طيب احنا ذكرنا انه الايفن نمبر هو عباره عن رقم زوجي كمصطلحات. انا بعرف لك مصطلحات. ايش يعني رقم زوجي؟ رقم بقبل قسمه على 2 زي 2 4 6 8 100 110. اي رقم بقبل قسمه على 2. الاود نمبر هو عباره عن رقم فردي زي 1 3 5 7 فردي فرادى. بيكون في يعني انه بقبلش القسمه على 2 بدون باقي او بدون فاصلة عشرية. يعني 3 تقسيم 2 واحد ونص. تمام؟ واحد ونص. مدام في رقم عشري يبقى هذا الرقم فردي. لو احنا بنمشي بنظام القسمة برضو انه 3 تقسيم 2 قديش؟ 2 والباقي عفوا 1 والباقي 1. نعم. تمام؟ أما الإيفال هي عبارة عن evaluate like expression. هي دالة موجودة في البايثون والغرض الأساسي منها أنه أنت تعمل evaluation like expression، يعني تحسب الناتج تبع تعبير رياضي. بديتك هنا مثال، هنا أديتك قلت لك إيفال 32 ضرب 4.5 زائد 12 تقسيم 5. فعليا هو حيجي ياخذ هذا يعني هذه الجزئيه كرقم حيحولها لانتجر. هاي حياخذها، هذا شغل الداله، هاي ايفال مش شغلك انت، هي اللي بتسوي الشغله هذه. كيف هذه حتحولها لاشاره، اشاره ضرب عشان تعمل عمليه حسابيه. الأربعة ونص حياخذها كلها ويحولها لفلوت، اما هذا حوله لانتجر. تمام؟ وهنا عمليه الجمع تعرف عليها انه هي عملية جمع، وهنا انتجر، وهنا تقسيم، وهنا انتجر. الناتج تبعه بيطلع بهذا الشكل. تمام؟ هذا كلام انت بتديله اياه كله في سترينج. تمام؟ هاجي انت لو اديته رقم لحاله بروح بحوله هنا لانتجر، لو اديته رقم عشري بتعرف عليه رقم عشري. تمام؟ فلوت. لكن الغرض الاساسي منها انه حساب الاكسبريشن. احنا اخذنا على حاسبه قبل هيك، صح؟ تمام؟ وقلنا له انه دخل الرقم الاول ودخل الرقم الثاني ودخل الاشاره عشان انت تعمل العمليه الحسابيه. تمام؟ بدي ادي لك سؤال. هنا أقول لك اكتب برنامج لإجراء العمليات الحسابية باستخدام دالة إيفال. أنا حددت لك، أي واحد بحل السؤال بطريقة غير هاي الطريقة بحسب لك إياه غلط. أنا قيدتك، قلت لك بدي إياك تكتب برنامج لإجراء العمليات الحسابية. تمام؟ هيو بين قوسين تمام باستخدام دالة الإيفال. اكتب برنامج لإجراء العمليات الحسابية آلة حاسبة باستخدام دالة الإيفال. تمام؟ طيب كيف نسوي؟ دخل المستخدم يدخل، يبقى هنا أنا في عندي الريزلت مباشرة
الإيفال بتحسب لي نتيجة نهائية يعني بشكل مباشر. إيفال إنبوت تمام. وهنا برجع بكرر لك كمان مرة في الموديل إنبوت بدون رسالة تمام. تيجي تقول أنا حليت السؤال ومعاي صح بس سلمته على الموديل راح حسب لي كله غلط. لا أنت تحمل مسؤولية من الآن فصاعدا. إذا أنت بتحط إنبوت رسالة في الإنبوت على الموديل تحديدا خلاص أنت حر تتحمل مسؤولية تمام. لكن هنا بدنا نحط رسالة توضيحية للمستخدم. أنا هنا بشرح بوضح بشرح في المحاضرة فبالتالي بدي أحط رسالة توضيحية. باجي بقول لك هنا إنه please enter an number لا إيش expression تمام. وبعدين print result result لا اف ولا الف ولا جمع ولا ضرب ولا قسمة ولا إذا كانت العملية هذه جمع يعمل كذا بس سطرين بنجرب. انت بتشك يعني لا يطمئن قلبي. ثلاثة ضرب أربعة قديش؟ 12. طيب حطيت ثلاثة سبيس ضرب سبيس أربعة 12. شايف دالة الإيفال كيف تقدر تتعامل مع الأرقام؟ هذا تتعرف عليه سبيس هذا الرقم هذا فلوت تمام. كمان مرة 12 تقسيم 2 ضرب 3.5 مرفوع للقوة 3. كل الاكسبريشنز اللي انت بتعملها في البايثون بتضبط معك. جمع ضرب قسمة باور بحسب لك اياه تمام. طيب والله يعني الآلة الحاسبة هيك سطر واحد مريحة صح تمام. ثلاثة تقسيم صفر حرام عليك يا راجل حرام عليك. ثلاثة تقسيم صفر غير معرف زيرو ديفيجن ايرور ضايلة بس الاكسبشن. يعني الآلة الحاسبة تبعتك تمام ضايل بس تعملها الاكسبشن. ايش كمان اجا واحد بده يتفلسف. طيب لو قلنا انه الـ AAA ضرب BBB ايش بيطلع معايا؟ CCC لأنه هنا تعامل معها إنه الـ A عبارة عن متغير وحاول إنه هو يجيبه لقى إنه مش معرف. حطينا إيش؟ تنصيص؟ هاي علامات تنصيص. تمام بيطلع معك شغلات انت مش متوقعها تمام. فانت بس بدك تظبط الكود وتعمل اكسبشن تقول له حاول ساعتها هذا وين بدي ايش تسوي فيه تمام. واقول له هنا اكسبت
بحط كل انواع الايرور اللي انا بعرفها اللي ممكن تطلع معايا. زيرو ديفيجن ايرور، تمام. هذا الايرور دائما بيطلع اذا انت بتقسم على صفر، يبقى خلاص انا متاكد. بطلع له رساله انه كان نوت ديفايد باي زيرو، لا يمكن القسمه على صفر. ايش في عندي ايرور ثاني؟ طيب ممكن انه انا احط اكسبشن عام هيك، هذا اكسبشن عام، واقول له هنا unsupported. هذا اكسبشن عام، تمام. هذا اكسبشن خاص بيحدث في حالات معينه، فبالتالي اي حاجه تيجي هنا عند الاكسبشن عام وبتروح بتطلع لي هاي الرساله. نعم هاي اسمه اكسبشن بس كابيتال. هذا كل انواع الايرور. نعم نعم. فهنا ثلاثة تقسيم صفر بطلع عندي الرسالة هاي اللي وهو المطلوب. هجيت أجرب حاجة ثانية مثلا إنه ثلاثة ضرب A عملية غير مدعومة. أي حاجة ثانية أنت بتجربها غير الزيرو، خطأ في التحويل سواء كان time error أو value error، بروح بجيب لك إنه unsupported operation، عملية غير مدعومة، ان انت تحسب تضرب حاصل ضرب الثلاثة في الاي. برضو نفس الفكرة. غير مدعومة. تمام؟ واضح؟